سؤال حول لفظ هذه الكلمة. حرف الألف صوت أل خفيف، ل. حرف الألف صوت كسرة ممتدة، إي. سحب جنات إي. كسرة الإنجليزية تختلف عن كسرة العربية، كسرة العربية تكون حادة، الإنجليزية تكون بامتداد. مثال هذه الكلمة ما نقولها فيكس وإنما نقولها فيكس. حرف التي يقلب صوته من ت إلى د خفيفة، والسبب لأن واقع بين حرفين علة، حرف آي وحرف إي. حرف الإي صوته شوى آ قصيرة جدا. حرف الآر صوته آر الساكن ره، ألقي الشفتان فتح بالتدريج وأصبح بالنطق الساكن لأن إجا بعد حرف ألة وهو حرف الأي. حرف الأي صامت لأن إجا بصوت الشواء وماكو قبله حرف ألة. الثنائي دبل أل صوت أل ثقيل أو. حرف الواي صوته ياء ممتد إي، لكن حرف الواي إذا أجب آخر الكلمة بهذا الصوت يكون ياء ممتدة قصيرة إي. هذه كلمة من 7 أصوات نتهجان حسب الأمريكية: ل إي لي د ليل ليدا ر ليدر او ليدرو اي ليدرولي. ليدا هذا اعتبره مقطع، ليدا ليدا تمرن عليه بهالطريقة. ليدا هو المقطع المشدد يعني هذه الكلمة، ليدا كسرة، ليدا ليدا رولي ليدرولي 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 ليدرولي. هاي الكلمة هي ظرف ومشهورة جدا بالمحادثة الأمريكية بمعنى حرفيا، يعني أنا لما أتحدث إياك الساعة عبارة من المحادثة مثل أقول لك I can literally do everything، يعني أقدر حرفيا أقوم بكل شيء. أوكي، فجدا مشهورة هاي الكلمة كظرف بالمحادثة اليومية الأمريكية. literally 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 literally. لاحظ الكسرة ولاحظ الآر الساكن اللي يغلق الشفتان. literally literally تمرن عليها بالتوفيق.